أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام والصحف العربية والدولية، ولكن بعد أبرز العناوين. المدى الصحة 98% من المصابين بكورونا يتلقون العلاج في المنازل. الترا عراق النجف بلا صيدليات، قرار مفاجئ يربك الأوساط الشعبية ويلوح بأزمة دوائية. الغاردينيا حكم مخفف بحق الوزيرة سهى العلي يثير الغضب في العراق. عربي 21 مفتي فلسطين، تجريف مقبرة اليوسفية عدوان وتهويد للقدس. العربي الجديد، إصابة ناقلة نفط في ميناء جدة السعودي من قبل مصدر خارجي مجهول. بلومبرغ، إقحام ماكرون المسلمين الفرنسيين في الحياة السياسية سينفر أتباع ثاني أكبر دين في البلاد. واشنطن بوست، تركيا تتهم طهران باختطاف وتهريب معارض إيراني باستخدام امرأة وتاجر مخدرات. تنوعت أساليب العنف في استهداف المتظاهرين بالاغتيالات والقنص والاستهداف المباشر للمتظاهرين واستخدام السلاح الحي، وما زالت السلطات الحكومية تلتزم الصمت أمام هذه الجرائم أو تتهم ما يسمى بالطرف الثالث الذي يستخدم الذخيرة الحية ضد المتظاهرين. والأطراف السياسية والسلطات الثلاثة تتحدث كلها وتعترف بتفشي الفساد والقمع وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ويقول الكاتب إبراهيم العجيلي إن حرية الرأي أكذوبة الديمقراطية في العراق، وذاك في مقالة بصحيفة الميثاق الوطني العراقي. الكاظمي جاء من رحم العملية السياسية بما فيها من فوضى عارمة، وجاء بتوافق هذه الكتل السياسية المستحكمة بقبضتها على مقاليد السلطة، حتى حكومته التي شكلها فهي ضمن التقسيم الطائفي، وقد تميزت بالقمع الدموي بتواطؤ مع الميليشيات المسلحة، ولم يتمكن من الحد من الفساد الذي ما زال قائماً، والفاسدون ما زالوا يديرون اللعبة. ومعلوم أن تفصيل العملية السياسية على مقاس الأحزاب التي جاء بها المحتل ولا تسمع لأي رأي آخر، وإن ممارسة الحكومة للاغتيالات والملاحقات الأمنية يستهدف كل تشكيل سياسي أو اجتماعي في العراق يطرح رأيه الوطني. والأمر المستعصي هو أن الطائفيين والفاسدين لا زالوا يتحكمون بمفاصل السلطة، والطرف الثالث ما زال لاعباً رئيساً في الشارع، ويسقط الشهداء بصورة متكررة تكاد تكون يومية. وإذا ما تفحصنا وضعنا جيداً نجد أن الاصطفافات العرقية والإثنية تتحكم في جميع مفاصل الدولة، بما فيها البرلمان الطائفي الذي ينبغي أن يكون فقد شرعيته وينبغي حله، لفسح المجال أمام الجهود الوطنية الساعية لتلبية مطالب الجماهير بإنهاء الفساد والخروج من مأزق الطائفية. يقول الكاتب: علينا أن ندرك أيضاً أن فاقد الشيء لا يعطيه، وإذا كان كاظمي غير منحاز لهذا الاتجاه الطائفي العارم، لماذا لم يتخذ خطوات جريئة باتجاه تقديم الفاسدين إلى القضاء؟ ولماذا لم يطهر القضاء من الفاسدين؟ في عام 2003 ومع الاستعدادات لاحتلال العراق، بشرت الولايات المتحدة العالم والعراقيين من خلق أنموذج فريد من نوعه في المنطقة، نظام سياسي عقلاني مستقر منفتح على العالم على أقل تقدير، منتج للاستقرار، ابتعد عن نزعة التوسع والاحتلال، ولكن صار أنموذجا فاشلا وفريدا في فشله، بحسب الكاتب أثير ناظم الجاسور بصحيفة المدى. غاب مفهوم الدولة الوطنية وابتعد الجميع عن فكرة السيادة، وباتت المصلحة الوطنية وجبة دسمة في الخطب والشعارات المرفوعة، لكن السؤال: مصلحة من على من؟ لعبت الأحزاب بالتعاون مع دول الجوار والولايات المتحدة على وتر الطائفية والدين، وجعلت من هذه المعادلة أساس العمل السياسي وعملية إدارة الدولة،
حتى أصبح الشعب يتدحرج مع المشاكل والأزمات التي أصبحت أيضاً من بديهيات النظام السياسي العراقي لما بعد العام 2003 من خلال التركيز على قضية التقسيم ابتداء من تقسيم الحصص والمغانم بين الأحزاب والكتل الحزبية انتهاء بعملية التمييز بين هذه الفئة الاجتماعية أو تلك. لم تكن أمريكا في هذه اللحظة سوى موجه للعمل المؤسسي من خلال تعيين المستشارين الذين كانوا معنيين بإدارة المؤسسات وقوانين وضعت من قبل الحاكم المدني لم تكن تتناسب مع حجم الدمار الحاصل في العراق، بالرغم من أن المرحلة كانت كافية لتعافي العراق من علله إذا ما تم اتباع إجراءات سليمة. لكن الذي حصل سار العراق وفق تفكيرين: الأول التفكير الأمريكي الذي أراد تحقيق المصلحة الأمريكية على حساب القضايا الأساسية العراقية، غير مكترثة بالوضع الأمني السيء الذي أثر بشكل مباشر على كل تفاصيل عمل الدولة. والتفكير الثاني وهو تفكير قوى المعارضة التي تحولت بقدرة الولايات المتحدة قوى حاكمة كانت ترى بأن الشعب العراقي هو شريك أساسي للنظام السابق وعليه يجب أن يتحمل تبعات ما يحصل له. وبالتالي فإن النموذج العراقي الذي بشرت به الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت كل الأطراف ومن ضمنهم هي أن يكون أسوأ نموذج عرفته المنطقة، سواء فيما يخص سياسته الداخلية التي اعتمدت على مبدأ الكيل بمكيالين والركون للتحالفات الضيقة المبنية على الانتماءات الضيقة، أو من خلال سياسته الخارجية التي فقدت بوصلتها منذ اليوم الأول من تأسيس هذه العملية التي اعتمدت على فكرة تقسيم الكعكة. تواصل أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعها في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية، وهو ارتفاع بدأ منذ أكثر من شهر ولم تتم السيطرة عليه، رغم أن نافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي لم تتوقف وتبيع بحدود 200 مليون دولار في جلساتها اليومية للتحويلات الخارجية ولشركات الصيرفة. هذه المبيعات هي أكثر من قيمة الإيرادات اليومية للنفط حتى وإن وصل سعر البرميل لأكثر من 50 دولاراً. حول أسعار الدولار في العراق والعملة المحلية كتب باسل عباس خضير في صحيفة كتابات الإلكترونية: بعيداً عن تسمية المستفيدين من هذه المضاربات لأنهم باتوا معروفين لدى الجميع ولا تقوى الدولة على مواجهتهم بالشكل المطلوب، فإن هناك ثلاثة أسباب تقف وراء هذا الارتفاع. أولها الغموض الذي يرافق إعداد الموازنة الاتحادية لسنة 2021 والتناقض بين تصريحات المسؤولين، فمنهم من يقول إن الحكومة ستغير أسعار صرف الدولار وهي تنسق مع البنك الدولي بهذا الخصوص، والبعض يقول إن أسعار الصرف خط أحمر لا يمكن تجاوزه لأنه يتعلق بالقدرات الشرائية للمواطنين، وبعضهم يقول إن هناك نوايا لتعويم أسعار الصرف، والمشكلة أن هذه التصريحات التي تخرج بصيغة تحليلات أو توقعات يطلقها مسؤولون في الحكومة أو أعضاء في مجلس النواب أو اللجنة المالية للبرلمان. والسبب الثاني أن السلوك المالي والاقتصادي للحكومة الحالية غير واضح ويكتنفه الكثير من الغموض، فالأدوات التي استخدمتها في معالجات العجز في الإيرادات هي من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي وتضخيم المديونية، وقد اختصرت خطواتها التالية بالورقة البيضاء التي تلوح بها والتي يراها البعض بأنها عبارة عن تحميل المواطن مزيداً من الأعباء. أما السبب الثالث هو شعور المواطن بخيبة أمل بخصوص نتائج معالجة الفساد واسترداد الأموال المسروقة. والمضحك المحزن في موضوع ارتفاع أسعار الصرف هو أن البعض يلقي باللوم على المواطن، حيث يقولون إن هناك إقبالاً متزايداً على اكتناز الدولار لأن الطلب يزداد رغم انخفاض السفر إلى الخارج نتيجة جائحة كورونا، وهذا تعبير عن العجز في المواجهة، وكأن هناك إرادة لزيادة أسعار الصرف لتحويلها إلى أمر واقع فيما بعد.
يقول الكاتب سري سامور في مقاله أو في مقال نشره على عربي 21، لم يعد خافيا على أحد أن ثمة علاقات سرية ربطت الحركة الصهيونية حتى قبل تأسيس الكيان الإسرائيلي الغاصب ومسؤولين من مستويات مختلفة من دول عربية مختلفة، ولكن حرص الطرفان على عدم إعلان تلك العلاقات حتى لو كانت مجرد لقاء عابر، خاصة أن الخطاب الرسمي العربي ظل يظهر عداء وجفاء تجاه الكيان الصهيوني في خطابه المعلن. التحول الملحوظ ظهر منذ وصول دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري إلى المكتب البيضاوي في 2016، حيث كثرت الأحاديث عن وجود لقاءات واتصالات على أعلى مستوى بين دول عربية وإسرائيل ووجود تعاون أمني وثيق، ناهيك عن تبدل وتغير الخطاب العربي الإعلامي والرسمي، وهو الذي كان الجمهور العربي يعيب عليه اكتفاءه بعبارات شجب واستنكار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وإذ به ينتقل إلى ما يشبه التماهي مع الاحتلال وتحريض من قبل بعض المحسوبين على أنظمة عربية ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته. وقد تم تتويج هذا التراجع العربي غير المسبوق بإعلان اتفاقيات تطبيع علنية، وصار المسؤولون الإسرائيليون ووسائل الإعلام في الكيان في حالة تسابق وتفاخر للإعلان عن أي لقاء أو تواصل أو اتفاق علني أو سري مع أي دولة عربية. فإسرائيل في عهد ترامب لم تعد تريد العلاقات تحت الطاولة، بل دفعت العرب إلى مجاهرة بما كان يعد كافياً للنبذ والمقاطعة في زمن سابق. يقول الكاتب هناك سؤال ممزوج بدهشة واستغراب، مفاده أن ترامب سيغادر البيت الأبيض في غضون أسابيع قليلة، فلماذا تسارع أقطار عربية إلى تطبيع العلاقات مع الكيان إرضاء له واستجابة لضغوطه؟ كأنهم بهذا يميلون إلى وجهة نظر يجري تسويقها مفادها أن بايدن وإن كان ملتزما بأمن إسرائيل وتفوقها، فإنه لن يمارس مثل ترامب ضغوطا على العرب كي يواصلوا التطبيع، بل إن مسار التطبيع وفق هذا التفكير في سباق محموم مع الزمن. لا شك في أن الأنظمة الديمقراطية الغربية ومعها إسرائيل تعرت في السنوات الماضية، والدولة العبرية لم تكن يوماً دولة ديمقراطية بحق بحكم التقييدات والتمييز الذي لاحق بإنشاء الكيان المبني على طرد السكان الأصليين والتعامل مع الأقلية العربية المتبقية والتي كان السماح لها بالبقاء من ضرورات تصدير زيف النموذج الصهيوني. لكن الأنظمة الغربية روجت لنفسها في سنوات الحرب الباردة على أنها أنموذج محتذى يكتمل باقتفائه التاريخ الإنساني. جاء ذلك في مقال للكاتب أسعد أبو خليل في صحيفة الأخبار اللبنانية. إن الحالة الترامبية خطيرة على صورة الحكومة الأمريكية وعلى مصالحها الإمبراطورية. لعب تدخل أجهزة الاستخبارات السفيق في الانتخابات الأخيرة وتعاونها العلني مع وسائل الإعلام التقليدية لإسقاط ترامب لعب دوراً في ترجيح كفة جو بايدن. ليس ترامب مصاباً بالجنون عندما يرغي ويزبد في اتهام خصومه بتزوير الانتخابات. هذه الانتخابات كانت بالفعل مزورة، لكن ليس بالصورة التي يرسمها ترامب عن إهمال أصوات كانت في مصلحته وزيادة مصطنعة في عدد أصوات بايدن. لكن كما تساءل تلميذ لي بعد الانتخابات، هل يمكن استبعاد إمكانية ارتكاب أعمال قذرة من قبل أجهزة استخبارات متمرسة في تعطيل انتخابات أو تقرير نتائجها في دول العالم الثالث؟ إن الحملة الإعلامية المستمرة من دون هوادة منذ انتخاب ترامب كانت مرسومة من أجهزة الاستخبارات والقيادة العسكرية أكثر مما كانت ترسم في غرف الأخبار في الصحف الكبرى. بات لأجهزة الاستخبارات كتاب عواميد، وليس هذا بالجديد طبعاً. مقالات ديفيد إغناطيوس في واشنطن بوست ليست إلا منبراً لأجهزة الاستخبارات الأمريكية لتؤثر في النقاش العام في الكونغرس وخارجه. لم يكن أو ليس دونالد ترامب حالة عابرة،
كما أن حركة اليمين العنصري الإسلاموفوبي ليست حالة عابرة في أوروبا أيضا. ترامب هو نتاج حالة تعتمد في صف الجمهوريين أو تعمل في صف الجمهوريين والمحافظين غير التقليديين منذ انتخاب باراك أوباما في عام 2008 وظهور حزب الشاي. حذر تقرير في موقع بلومبرغ من محاولات إقحام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسلمين ووضعهم على الخط الأول من السياسة في فرنسا، وأكد أن محاولة ماكرون محاربة ما يسميه الإسلام المتشدد قد تنفر وتهمش أتباع ثاني دين في فرنسا. وجاء في التقرير الذي أعدته آنيا نيسباوم أن نجيب أزرقي كان يأمل باختفاء العنصرية التي عانى منها عندما نشأ في ضاحية من ضواحي باريس، ورأى في ماكرون الرئيس القادر على معافاة فرنسا من الانقسام، ويقدم خطابا مضادا لخطاب ترامب، لكن زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي لمسلمي فرنسا كان مخطئا. وصف ماكرو الإسلام بأنه دين يعاني من أزمة، وأغلق مساجد اتهمها بنشر الكراهية. وفي الأسبوع الماضي قدمت حكومته مسودة قانون لمكافحة الانعزالية، وهو مصطلح اخترعه لوصف من يفشلون في الاندماج أو عرضة للتطرف. وقال أزرقي 41 عاماً تعب المسلمون من استخدام السياسيين لهم ككبش فداء وحرف النظر عن المشاكل الحقيقية. ويقول حكيم القروي من معهد مونتين في باريس إن رغبة فرنسا في العالمية والاندماج تجعل من الصعوبة بمكان على من يعرفون أنفسهم من خلال الهوية الدينية الدخول في الحياة العامة. وبحسب قانون الانعزالية الذي نشر في 9 من كانون الأول ديسمبر، فسيعاقب أي شخص ينشر الكراهية ويهدد عمال الخدمة المدنية بمن فيهم المدرسون، مع أنه لم يشر صراحة للإسلام أو المسلمين. وستتم ملاحقة الأطباء الذين يقدمون شهادات العذرية والتدقيق في تمويل الجمعيات الدينية، ويمنع التدريس في البيوت للأطفال تحت سن 3 في محاولة لمنع المدارس السرية. ويريد ماكرون إنهاء عقلية الغيتو في الضواحي، مع أنه لم يقدم خططا واضحة. ويخشى المسلمون من تداعيات القمع على الشباب ودفعهم نحو التطرف، وهو مع تفسير العلمانية التي تحترم كل الأديان، لكنه يريد الحرية للمرأة للارتداء أو لارتداء ما تريد من غطاء الرأس، ويمنع منذ عام 2004 ارتداء الرموز الدينية في المدرسة. المسلمون هدف سهل، وعندما يتحدث ماكرون عن الانفصالية فهو يقصد المسلمين وليس الانفصاليين في كورسيكا ولا الأغنياء الذين يبنون حياتهم على الهامش. شكل مئات المهاجرين من هندوراس قافلة للاتجاه صوب الولايات المتحدة بعدما اجتاح إعصاران بلدهم، ما يشكل تحديا جديدا لجهود الحد من الهجرة غير الشرعية من أمريكا الوسطى، مع قرب تولي إدارة أمريكية جديدة مقاليد الأمور. وغادر المهاجرون ومعظمهم شباب يحملون حقائب ظهر، وبعض النساء التي يحملن أطفالهن، مدينة سان بيترو سولا في شمال هندوراس، سيرا على الأقدام نحو الحدود مع غواتيمالا، بعد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتشكيل قافلة إلى الولايات المتحدة. ويأتي تنظيم القافلة بعدما اجتاح الإعصاران إيتا وأيوتا هندوراس في 22 نوفمبر بفارق أسبوعين فحسب، ما ألحق دمارا بالبنية التحتية والمنازل والمحاصيل، وأودى بحياة نحو 100 شخص. وشهدت غواتيمالا ونيكاراغوا أيضا، وتعهد بايدن باتباع دمارا أو باتباع سياسة هجرة إنسانية ومد يد العون إلى أمريكا الوسطى لتخفيف ضغوط الهجرة. نتابع معا بعض صور الكاريكاتير التي اخترناها لكم من صحف اليوم.
بهذا نصل لختام صدى الأقلام، نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم، وإلى اللقاء.